عشاق الزراعة في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعة بالوطن العربي والعالم أجمع. جمعة مباركة، جمعة خير وبركة. طبعا اليوم أنا سير بجمعنا اليوم 8 آذار. 8 آذار عيد من؟ عيد المرأة. سيشو المرأة عندها عيد وإحنا ما عندنا عيد. نقول نقول لأخواتنا، لأمهاتنا، لحبيباتنا، لبناتنا، كل عام وانت بخير. بعد شو نقول؟ بعد شنو؟ خواتنا. لا خواتنا، عافية، هاي نسيتها. كل عام وانت بخير. طبعا اليوم يا سيد عبيس الحطاب، طبعا اول ما نجي سيد بهاي، خل اشرح لنا سيد بروح ابوك اليوم. اشرح لك، هو جاب لي اول سؤال اللي جاب لي اياها. هاي اخوان الاعزاء، هاي الاوكزاليس. هذا الصنف يختلف عن النوع البري. هسه حدائقكم مليانه من هاي، من هذا النوع، لكن هذا سيد. هذا شنو النوع؟ سيد امير الذبحاوي. طبعا اخواننا الاعزاء، سيد امير الذبحاوي تعرفونه، هذا من عالم الزراعه والنباتات المنزليه، جروبنا بالفيسبوك. سيدنا جمعه خير وبركه علينا وعليه. اليوم بالبدايه عيد المراه. ابو عبد الرحمن، في المراه هسه تتصور تروح سين اطلاب، قعدنا من الصبح لا امهاتنا عايدناهن ولا نسواننا، ما ندري هاي السالفه هنا هسه طلع الدور سين. يلا يا اخوي عفوا سيد، احكي لنا على هذا الصنف. هاي شيل هاي بالبدايه الزهر، خلي نشوف. عندنا ابصال الاوكزاليس. الاوكزاليس طبعا من الابصال، بها انواع كثيره، انواعها كلش هوايه، يعني اقول لك 20 نوع هم اكثر احتمال، الوان متعدده، اشكال متعدده، بس تبقى هي تقريبا مشابهه بشكل النبات مالتها، ارتفاعه، انتشاره، بيصير بصلات ابو عبد الرحمن. نعم. وبيصير درنات، واكو جذامير، يصير هيك جذمر كبير. نعم. دائمي. نبات دائم. اي اكو نوعيه موسم يعني. هاي دغل. هاي دغل. مو دغل هو سيد. والله دغل. احنا عندنا دغل. دغل. عندنا هي هذه سيدنا. هذه عندهم هم يسموها دغل يمكن. شلون سالفه هاي على شلع وذبيه. هاي هم الفراشه. هذه هم سيدي شلع وشمر منها، هاي مليانه المشتى. مو الفراشه، الاوكزاليس. هاي الاوكزاليس بالضبط. شوفوا هي هم واكو نوعيه تصير صفرة. هاي اللي تشرح عندنا. يلا ما يخالف سيد، هذا النبات دائم وجميل كلش، والحلو انه هذا النوع اللي عندك هسه، هذا جايبه انت جبته للسيد. صراحه هذا الاوراق مالته جميله، هم ماكو شكل، وخاصه لما سبعه ترى مال فيع عباره بالضبط. اي هو خارجي، نبات خارجي. والله شوف الحمار ماله، نبات خارجي سيد. هذا توصى به، هذا بيه الوان لو بس هذا اللون. هو ابو عبد الرحمن طبعا الانواع والاصناف مالته، يعني اذا اراويك هسه عندي بالموبايل بال 25 صوره ابي له. نعم. الوان مختلفه واشكال مختلفه، بس هو يشابه تقريبا بشكل الانبات مالته، التفسير مالته. هسه لاحظ هاي الورقة كبيرة عبود، اذا توصلها شوف شكلها شلون من تنضج الورقة مالته، شكل كلش حلو. طبعا اخوان الاعزاء، سيد ماذا قبل ما يروح؟ سيد نصير شلونك؟ جمعة مباركة. خليه يروح يشوف هاي 10 ظهور. طبعا اخوان الاعزاء باعولي، هذا اللي بالمشتل هنا من ايد سيد عبيس الحطاب كثاره. وهذا سيد، هاي ما دام قصتني جديد، يجوز جايب لك وجبه من تراوكي. وجبه منين جبت؟ من ابو حبيب. طبعا شوف اخوان الاعزاء، سيد عبيس الحطاب ما دام هو الرجال قال بعد نزلوا تاخذون. طبعا اخوان الاعزاء، سيد عبيس نسخه منه الى ابو حبيب صاحب مشتل، الاخ مشتل محمد في كركوك. قال قص وكادر. ايه قص وكادر. شوف السيد بعدها ما شراها من عندك، نزلها من التريلا هاي مال شو اسمه البراد، بدا يقل قصوي كاثر. والله ابو عبد الرحمن عاش سيدك سيد. صراحه هسه انا عندي قناعه يعني بالسيد، اي حاجه نجيبها ما موجوده قليل من عندها يعني. قمت يعني صراحه اول ما فكرت اوصلها للسيد. خلينا سيد، خلينا سيد اليوم شو شوفنا؟ هذا دم العاشق اللي جاب الوجبه. هاي جابها هم من مشتل محمد. اي هذا الاعزاء، هذا كله جبت لنا هاي الوجبه. هاي وجبه من دم العاشق اللي جبته من مشتل محمد. هذا عن النوع العادي. هذا هولندي. هذا عينه. هذا جبت انا مره ثانيه. اخوان الاعزاء. هذا حلو. هذا مو كنا نسال احسن يوسي. لا لا يحترم. شوف اخوان الاعزاء، هذا الصنف
سيد احكي لنا هاي اول ما جبت من مشتل محمد ايش فكرت؟ اول ما فكرت بكثار اي ما الوجبه ما لقى عنده ها ما جابوا لي خلي مشتل محمد يا استوري ياخذ من عندك النار خلي الصوره على السيد لا عمي سيد لا قهوه خلينا نقول السيد الله يوفقك لا لا عمي لا خلي يجي يشتري من عندك لا لا عمي بس والله عاشت ايدك سيد يعني انت جبت شتلات ما بعتن اذا اخذت ما اخذت من عندنا اقلام ودقيتن مو ابو عبد هذا شنو ميزته سيد هذا هسه من راح تقصه منه عين هذا من قصيته شوف ايش قد كوشه هذا قام يفرع قام يفرع عينه هسه هاي تقصها من هنا راح تفرع عندك يصير فسيل جوا ليش خليها تصعد سيد هاي الخبطه شنو هي؟ هاي الخبطه هاي خبطه بيت موز العراقي اللي هو كومبوست ايه ومن مال ابو حبيب خبطت له وياه والله وهذا هسه هاي كليته كثارك هاي نفس الحاله من جايبي نصين شوف اخوان الاعزاء سيد هاي اظافر الست السنه ما كاثرت راح اكاثر هسه هاي اخوان الاعزاء هاي اظافر الست هذا نوع من المكحله القزميه بس ما عاد وهذا سيد هذا شو يسمونه انت يسمونه عش العصفور ايه. هذا عش العصفور هم السيد كثارك تمشي عليك الظليات خلينا نروح نشوف الظليات اخوان الاعزاء طبعا هاي جابها امير الذبحاوي طوحي هاي اللي تورج هاي جابها منو لك امير الذبحاوي هاي اللي تورج قام يشتغل من ورا العافيه ابو عبد الرحمن شوف هذه ايه؟ هذا ذني صلوات على محمد وال محمد ذني ايه هاي العام بالحمله الربيعيه الحمله الربيعيه اللي كانت من بالاثار مو جبتها وياي بالسياره وصلتها سي سندانه كبيره يعني صلوات على محمد وعلى محمد شو تكمل هاي كاثره هو شوف اخوان الاعزاء شوف هذا السنزفيري هذا النوع هذا المكثار السيد طبعا انا يعني بالجوله هم نسينا الجوله انا يعني ابو محمد حبيبي رحم الله والديك يا ورده نورت ابو محمد انت نورك هذا يا حبيبي جزاك الله خير اخوان الاعزاء هذا الخير وهذا الجمال انتاج سيد الرئيس الحطاب بالمختصر سيد شوفوا هذا كله هذا حتى هذا السجار المنتج الرفن يمك قريب كل شيء يمك للمشتل يم مطعم الزيتون رفوان الاعزاء هذا اي هذا المطعم اللي معزل هذا المنتج الركن الركن منتج كبير الى الجسم اعطيني اياه اعطيني اياه عين مطعم الزيتون تندله اي انا المشتل ماله الركن بهاي المنتج هذا راح تقرطفته اخذت الاقلام من عندك اي ما ابيع هسه هذا شوف اخوان الاعزاء هذا كله السيد اخذ منه اقلام هذا اي بعده اي كاثره بس بعد اخاف تاخذ لك وجهه ما يطلع لك عشان قصيت كلام وينها؟ طلعت بيها حمراء هاي شو اسمها السيد هاي؟ فراشه هاي مو الفراشه انا سعر الفراشه اللي هي هاي السيد هذه؟ اي هاي شو اسمها السيد هذا؟ امشي هناك راو فيها سيد هذا المطاط شبيك؟ اكثاره جدا بسيط بس انت ما لك واحد لا راح اقول صدق مو كله ايه لا سيد هذا حتى بالورق اخوان الاعزاء اللي يريد يزرع المطاط من الاوراق يقص الورقه من يزرعها يكسرها يكسر الورقه بالنص يصير انباتها 100% تنزرع ببتموس بتموس او انا هذا شغلوبه تعال مشدي ايه اخوان الاعزاء شوف هذا الانتاج شوف اخوان الاعزاء السيد والله العظيم ما السيد من جاب هذا الكوليوس من مشتل محمد بكركوك الهولندي طبعا هذا سوى شوفوا يجي كثاره يجي هذا ويبدون ينقلونه بذاك البيت المحمي يعني بيت محمي بي خلينا نقول رطوبه وحراره
خلال يعني اسبوعين يبدي انتاج جديد، يبدي تنشق الشتلات. تبارك الله. اعزائي السيد شو يقول؟ يقول اللي مرته عزيزه علي اليوم بعيد المراه ياخذ لها كوليس. ياخذ لها كوليس. مو البيع، مو البيع. شو مو البيع؟ بعد منين ياخذ هدايا النسوان للسيد؟ من السوق. من السوق. من السوق. ابو عبد الرحمن ما قال ما قال هو قال عزيزه عليك. يلا. السيد محب للنساء طبعا. يعني مشجع على النساء ويقول خلي اللي عزمه يشجع على اهداء يشجع النساء انه لازم واحد يمدي له هديه طبعا. ها شوف اخوان الاعزاء شوفوا الداليه تبارك شوفوا ازهار الداليه هاي ازهار الداليه هاي تفرش يعني الداليه والسناريا نعم سيد يلا سيد طرفين وين ما لحق اخوان الاعزاء هذا الحجي فشنا ليش درسيني بطلت بعد ما حط طبعا اخوان الاعزاء حجينا الغالي قواهم الله وجمعه مباركه جمعه مباركه حجي حجي هذا هسه تريد برتقال ولا اورنج هاي برتقال غير اي هذا برتقال لا هاي كنا شفت الثنارنج هاي رارنج اثنين اخذت هذا الاثنين رارنج يعني. ايه وهاي برتقاله هاي هاي حجي الزراعه حلوه ها تكيه بيش ها تكيه بيش سيد سيد مسلم شوف الحجي شو يريد تكيه همات تك موجود بيش بلاش لك دير بالك على الحجي جاي يزرع يحب الزراعه خوش خادم ربك يلا يلا مشكور حجي حجينا يلا مشكور حجي عمي رحم الله والديك قام يصيح يلا اجي طبعا اخوان الاعزاء اليوم احنا بمشتى السيد عبيس الحطاب تاريخ 8/3 صراحه الاجواء جميله جدا الاجواء مميزه راح ناخذكم جولة ونعرفكم على النباتات نبدي من بداية المشتل طبعا من أقوى وأجمل النباتات هو نبات الجهنمية شوفوا نبات الجهنمية أنواع كثيرة جدا لكن ننصح بالنوع القطمر هذا النبات يسمى العفص نبات قوي جدا بأنواع كثيرة جدا وأثبت نجاح وأثبت القوة هذا الجهنمي مثل هذا الجهنمي لا تشترونه هذا الجهنمي اذا مو قطمر ما انصح به اخوان الاعزاء صحيح هيك مزهر بس هذا كان بداخل بيوت محميه ومجرد انه يطلع خارجه يظل اسبوع 10 ايام ينفض الازهار عندك هذا النبات هذا اللي امامكم هذا النبات اروع ما يكون هذا يسمى النسرين المتسلق هذا يزهر تكون طبعا يكون ممكن يتشكل على شكل اقواس نفس الجهنميه وهذا النسرين المتسلق راح منه هيك يكون كتله من الازهار شوف اخوان الاعزاء كتله من الازهار اللي امامكم باقات كبيره من الازهار هذا بالنسبه للنسرين المتسلق هو من اقوى النباتات ويطعم عليه الورد الجوري الورد الجوري اذا تطعم على النسرين المتسلق يكون اروع ما يكون نباتات مميزه عندنا هنا خلينا نشوف هذا طبعا هذا القرنفل العراقي هذا من اروع النباتات الدائمه العطريه نبات القرنفل سيدنا غاتي سيد امير الدرحاوي طبعا تعرفونه والاخ ابو محمد رحمه الله والديه تعرفونه ابو سيد امير ادمن جروبنا بالفيسبوك عالم الزراعه والنباتات المنزليه سيد هذا القرنفل هذا القزر شو الجنب ده مات جناب وين ابو عبد الرحمن شوف كميه الجناب ذي البي تبارك الله
هذا راحه نفسيه لانه نبات عطري. اخوان العزاز قلنا نباتات الاستر. محمد قل للمسلم هذا. شوفوا هذا الاستر صراحه الان من اجمل نباتات اللي ممكن تزينون حدائق. شوف الجاذبه للنحل طبعا سبحان الله. هاي النحله تفتر داير ما دايرنا. هذا النبات يزرع من البذور بالخريف والان مع نهايه فصل الشتاء يبدا بالتزهير بهذا الشكل اللطيف. يتسمى استر، يتسمى اللؤلؤ الافريقيه او يتسمى افريكانو. طبعا هذا الورد الجوري. شوف الورد الجوري باشكال والوان ازهار قطف رائعه وجميله موجوده الان مشهوره بالمشاكل. ننصح بزراعه الورد الجوري يعتبر سيد الحدائق. شوفوا الوان الورد الجوري ما شاء الله رائع جدا. الورد الجوري شوفوا الالوان تبارك الله العظيم اخوان الاعزاء. هاي تعتبر ازهار قطف. ليش؟ لانه مثل ما تشوفون ساق الحامل مال الازهار يكون سميك جدا. هذا النبات اللي هنا موجود طبعا هذا النبات شوف هاي بدايات تزهيره. هذا يتسمى البورتيا. هذا البورتيا نوع من الخبيز الساحلي من العائله الخبازيه. هذا النوع مزهر مثل ما تشوفون. هذا النوع مزهر. شوف هاي بدايات تزهير. هاي ازهار صفراء ما شاء الله. نجي هنا الى البيتونيا. شوف اخوان الاعزاء البيتونيا طبعا جميله جدا ورائعه وتغير شكل الحدائق بالكامل وبيها الوان. شوف اخوان الاعزاء شوف هاي الالوان الرائعه تبارك الله العظيم. متوفر باسعار مناسبه جدا. مستمرين بالجوله. طيب نخليه الهاي الموسم هنا. طبعا هذا يسمى المينا بس هو ما له دخل بالمينا. هذا اسمه شكل الزهره. يعني شكل الزهره تشبه المينا. اعتقد اسمه فيربينيا. فيربينيا اسمه. فوالا هذا اسمه الفيربينيا. لكن مميز جدا الصراحه. هذا يستخدم كتحديد بالصناديق. مميز جدا صناديق معلقه. انا عندي التحفه صارت. هذا اخوان الاعزاء هذا القرنفل القزمي. القرنفل الصيني ابو عبد الرحمن مداخله. نعم احنا على طار الاسماء المحليه اغلب نباتاتنا نسميها كطريقه تشبيه. تشبيه اي نعم. هسه هذه اذا ننظر لها بالضبط نفس المينا. وين المينا موجوده؟ احسن هذيك المينا نفس الورده. هذا طبعا هاي تسمى اللؤلؤ الافريقيه اللي هو نوع من الاستر من المينا. هاي تشبه المينا. شوف هسه ذيك المينا. المينا اللي هو يسمونها ام كلثوم هماتين بباقي الدول. ام كلثوم اقطعها وجيبها بسرعه. تشبهها. شوف هسه السيد هاي ملاحظته جدا مهمه. دائما التسميات المحليه تكون على التشبيه بنبات مشهور. هاي يعني عندنا اللي نسميه احنا المينا. هذا يسمى ام كلثوم يسموها ما صحيح. هذا من باب المقاربه نفس نفس التشكيله. التشكيله مال الزهره مالتها. وايضا بعد عندنا نوع من المينا هذا هنا. تعال ابو عبد الرحمن. نعم تعال رحمه الله. وعليكم السلام ورحمه. هذا ايضا نوع ثاني هم نسميه المينا باعتبار نفس الشكل. هاي التسميات المحليه. هسه ليش السيد عنده يسمي برج خليفه وكذا يشبه الورده تقريبا على شكل زين. سيد هذا اذني يشبه هذا بس هاي ليش اسمه صابع العروس؟ يشبه صابع المده. هذا صابع العروس. هذا برج خليفه طبعا هنا. أنا. هذا يسمي السيد برج خليفه عود لان طبقات مال الورده. نعم. هنا ما عندنا شيء ممكن نروح عند جدي احسن. نروح عند جدي. شوف مال عندال عند واحد هذا النوع السلبوحي طبعا. انا بصراحه السلبوحي او يتسمى النوع الباكستاني او الهندي بصراحه ما اشجع عليها. هاي يعني عندنا بالاجواء مالتنا تنفض الثمر مالت حتى الثمره مو طيبه. طبعا هذا الكرز. هذا الكرز ممكن يكون على شكل متسلخات. اروع ما يكون من النباتات هذا الياسمين الاحمر. انصح بزراعته جماعه العشاق النباتات العطريه ان ياسمين متسلخ. خلينا نجي هنا طبعا السيد هاي تتذكر الايوروبس. هذا طبعا هذا يتسمى الاقحوان الذهبيه. هذا
هسه ابو عبد الرحمن طبعا نطلبه من عند حديقه نبات تحديد راح نسوي لهم من هذا. طبعا اكو فد ملاحظه يا اخوان الاعزاء، قريبا باذن الله راح نعلن عن اول مكتب بالعراق مختص بالاهتمام بالحدائق، وراح يكون ان شاء الله انطلاقته بالنجف. انتظر المفاجاه، راح يصير مكتب للاهتمام بالحدائق، واي واحد عنده حديقه في محافظه النجف او يعني خلينا نقول الكوفه او مركز المدينه بالنجف ممكن انه اكو فريق يتكفل بالاهتمام بها، يتكفل بالحديقه التسميد وحتى المكافحه من الافات الزراعيه، هو متكفل بالشكل المقطوع، وكذلك حش التين والتقليم كله يتكفل به. زيارات بسعر شهريه وبسعر مناسب. انتظر المفاجاه قريبا نعلن عنها. طبعا اخوان الاعزاء هنا من النباتات الرائعه والجميله هذا النبات يتسمى عشبه الليمون. اخوان الاعزاء هاي العشبه عشبه طبيه، دائما نشجع على زراعتها. انا عندي بالحديقه وهذا عندنا التين الشوكي، هذا التين الشوكي، هاي كفوف من النوع اللي يحمل ثمر، هذا النوع العسلي السوري. طبعا هذا النبات يسمى شعاع الشمس، هذا النبات يسمى شعاع الشمس. هذا اخوان الاعزاء اقطع وازرع، هذا حتى الشتل اللي هنا موجوده تلقاها مجذره هسه هنا، وممكن زراعته. شوف هسه ذاك بالارض، هذا كليته شتله 2 3 هسه، هاي 3 شتلات ممكن تصير. اقطع وازرع، هاي راح تروح سيدي ناخذ الاذن هسه. وين نقول للسيد احنا طبعا هو لا عشان شوف الورد الجوري، هذا الورد الجوري هاي الانواع، هاي حمراء. شوف هسه طبعا هاي الاسعار ما تعليق بتعليق يقول منين احصلها وين القاها، موجود هاي موجوده هاي نفسها. سبحان الله نفسها نفسيت اللي نشرها سيد، هذه كليتها للاكثار الايراني. نرجع ونقول مو ايراني، اكثار ايراني. طبعا اخوان الاعزاء هنا يجي الى موضوع مهم، هاي النقره، هاي النقره ابوك يحب يشتغل بالنقره هناك هناك روح براي محفور اخوان الاعزاء. هاي النقره، شوفوا هاي النقره، هذا من نقرب الكاميرا عليها ساده، هذا نشاره خشب اخوان الاعزاء، شوفوها نشاره خشب، هاي تتحول الى سماد عضوي. هاي يضيفونها هنس، يضيفونها هذا سماد ابقار، اي شيء، اي شيء عندك هذا ينترك الى 60 يوم تحول، وطبعا يتنقع مي يترطب مو تغرق. نشرت التاكسي شفته؟ لا شفته. لا والله مال السماد؟ لا اخوان الاعزاء شوفوا هذا يتحول الى ورا فتره يتحول الى كومبوست. هاي الطريقه تحويل ناشرينها بالتفصيل بعالم الزراعه والنباتات. طبعا اكو ملاحظه خلينا نجعلها هذا بيطاول. طبعا اخوان الاعزاء الناس اللي زارعين الخطم الساحلي او الخبز الساحلي صارت عندهم النهايات بهالشكل، هاي اخوان الاعزاء هاي اصابه، هاي اصابه، هاي شو تسوي؟ تقص هذا هاي القمه الناميه تقصها. انا اقول قصيتها هيك، هاي قصيت القمه الناميه اللي بها الاصابه، هاي بقى بهالشكل هذا النبات. هذا تكافحه مبيد عناكبي، مبيد حشري، تكافحه مبيد حشري، ومن ثم الافضل هذا عندك نقص عناصر تسمده بسماد ان بي كي مدعم بالعناصر الصغرى، واذا عندك مدعم بالكلوروفيل بعد احسن، يعني مدعم بالكلوروفيل بعد احسن. يعني هاي الطريقه اللي انا هسه اغلبيه اللي عندهم خبز ساحلي يكون عندهم اصابات عناكبيه قويه تؤدي الى هذا. شوفون الاوراق معقده وبها اصابه، فهاي الافضل هاي تتعامل وياها.
طبعا السيد لقى هدف وقع السيد هنا الجبل لقى واحد هناك لقى انا ما نبك يلا هلا هلا يلا لسه ابو ستار ابو خلي لك والله انك ما اكله وين ابو ها شوف ابو وين تم رايه نص التمر طبعا اخوان الاعزاء اثناء الجوله بمشتل السيد عبيس الحطاب احنا اليوم موضوعنا على هذا النبات اسمه القراص او القريص او الحريق طبعا هذا النبات له اسم بالعراق خليها سكته يا لفت على قولته بالمثل ما يتسمى بيطول. ما نقدر نقول هذا الاسم لا حجر حق بالطول لا 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 ما نقدر نقول هذا الاسم الاسماء كثيره جدا يعني فضيحه اي فضيحه اسمح لي هذا النبات العشبه مالته اليوم القراص راح نحكي على فوائده في حلقه مميزه بس شوف اخوان الاعزاء هذا من خير العراق هذا عندنا يتسمى الباجله الباقلاء هذا الباجله يسمونه بالمصر مصر الفول هذا اكلته كالاتي شوف اخوان الاعزاء هاي الماده هذا البطنج من انواع النعناع هذا النوع من انواع النعناع البري البطنج هذا شوفوه هذا الرش عليه بطنج شق واحد خارج العراق شاف هذا الفيديو راح اجى 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 عطر عطر البطنج راح يعرف الطعم شنو ونضيف له خل البدوي بطنج وخل وباجله واكلوا الف عافيه شوفوا تعال قرب الكاميرا على المغتربين هاي للمغتربين هذا لا 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 هذا قديم هذا المغتربين هنا خل البدوي للمغتربين حصرا هسه يعرفون الطعم شنو وهذا البطنج ما حد يعرفه غير العراقيين يعني هذا نوع من النعناع البري خاص بالعراق اكثر شيء يستخدمونه بالعراق نكهته تختلف عن النعناع الطبيعي نكهه ما تاكل شعب ما تاكل ها اخوان الاعزاء طعم لا يقاوم هذا صباح الخير احمد هذا بفرج يقول السيد سيد بروح ابوك هاي هم حمضيات يلا دلنا بعد راح يلا اخوان الاعزاء خلنا نكمل قبل لا سد التصوير اول مره اشتريت كيلو برتقال عراقي اجيت البيت حلو ما عندي كيلو برتقالتين وش بينه هناك جت كلنا كل واحد اكل كيلو كيلو ثلاثه جبت برتقال ولقطتهم بيدي بالبيت كانت بس اخوان الاعزاء حتى الناس تعرف بالعراق اللي زاير العراق واللي عايش بالعراق يعرف شو اقول من تروحون تفترون بالشوارع العامه العراقيين اذا بعض الدول تشتري نص كيلو طماطه العراقيين يشترون الطماطه صناديق يعني يشتروا صندوق طماطه للبيت يشتري كيس كبير مال بوتيتا تقريبا 30 كيلو للبيت والعراقيين متعلمين على حتى الشراية مالتنا ولو بعض الأحيان بصراحة أنا أقول بيها بعض التبذير لأنه يشترون حتى المناسبات مالتنا يصير بيها بصراحة بعض الأمور التبذير لكن هاي طبعنا العراقيين متعلمين على متعلمين على الكرم وإن شاء الله شوف السيد طبعا رجع للطبخ سيدنا هاي الباجلة عاش تيده ها سيدنا شنو مستلزمات الباجلة بطنج وخل بطنج وخل شوف اخوان الاعزاء هذا خل البدوي الاصلي هذا البدوي شوفوا اقدم خل بالعراق انقد خل بالعراق هادي بدر نعم يا معنا والزهره سيد ليش الطبيعي قاعد اقول احسن خال اقول احسن خال اقول جينا لا جينا سندانه يقول انقص خال بالعراق اي سندانه تكون قوانين بيها ابو هذا الموعود مالتنا هذا يلا يلا Thank you.
مساحه كبيره.